السيدات والسادة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من تلفزيون حضرموت، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يهنئ نظيره النمساوي باليوم الوطني. اتفاق يمني مصري لوضع آلية لتطوير التعاون في مجال النقل الجوي. حفل خطابي وفني بالمهرة بمناسبة أعياد الثورة. مناقشة احتياجات مدينة سيئون في المجالات التنموية والخدمية. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بعث فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربو منصور هادي برقية تهنئة لنظيره النمساوي ألكسندر فاندير بيلين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم الحكومة والشعب عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق التقدم والازدهار. اتفقت بلادنا مع جمهورية مصر العربية على تشكيل لجنة وزارية لوضع آلية مشتركة لتطوير التعاون بين البلدين بمجال النقل الجوي في لقاء جرى بالعاصمة المصرية القاهرة. وخلال اللقاء بحث نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال القائم بأعمال وزير النقل دكتور سالم الخنبشي مع وزير الطيران المدني المصري محمد مناع الجوانب المتعلقة بتعزيز العلاقة بين البلدين في مجال النقل الجوي والطيران المدني وسبل تعزيزها، من خلال مراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين البلدين في هذا الجانب. كما تطرق إلى جوانب التعاون المشترك بمجال التأهيل والتدريب في جميع قطاعات الطيران والإرصاد. وإلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث دعا محافظ المحافظة أحمد حامد لملس الدول الشقيقة والصديقة لإعادة بعثاتها الدبلوماسية وفتح سفاراتها ومكاتبها القنصلية في العاصمة. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمستشار وزارة الخارجية لشؤون ديوان عدن سعادة السفير جمال عوض ناصر. وشدد المحافظ لملس على ضرورة استتباب الأمن والاستقرار في العاصمة وتوفير مناخ ملائم لعمل البعثات الدبلوماسية والتنسيق بين وزارة الخارجية والسلطة المحلية لتسيير عمل المنظمات الدولية بسلاسة ودون عراقيل. من جانبه، أشاد مستشار وزارة الخارجية جمال ناصر بالجهود التي يبذلها المحافظ لملس لتطبيع الأوضاع في عدن وإعادة حركة العمل في قطاعات البناء والتنمية. وفي سياق آخر، دشن محافظ العاصمة المؤقتة عدن العام الدراسي في معهد النور للمكفوفين، واستمع المحافظ لملس من إدارة المعهد إلى شرح واف عن العملية التعليمية في المعهد وأبرز الصعوبات التي تواجهه، مشيدا بالدور الوطني والإنساني الذي يقوم به المعهد والذي يعد من أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية في عدن. وأعلن محافظ العاصمة المؤقتة عدن دعم الموازنة التشغيلية لمعهد النور للمكفوفين ورواتب المعلمين فيه. وعلى صعيد متصل، تفقد أوضاع مركز الطفولة الآمنة وطاف بكافة أقسامه واطلع من إدارة المركز على سير الدراسة فيه، وأكد دعم السلطة المحلية بما يمكنه من أداء رسالته التربوية والتعليمية. وفي المهرة، أقامت السلطة المحلية بالمحافظة حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة أعياد ثورة 14 أكتوبر المجيدة برعاية من فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربو منصور هادي. ونقل محافظ المهرة محمد علي ياسر التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس ولأبناء المحافظة بمناسبة الذكرى 57 لثورة 14 أكتوبر، مهنئا إياهم بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، مؤكدا على أهمية ذكرى التحرر من الاستعمار ونيل الحرية والكرامة التي انطلقت شررتها من جبال ردفان الشماء، وضرورة استلهام الدروس والعبر من الثورة خاصة في هذه الظروف الصعبة. وحي المحافظ ياسر الأدوار البطولية لمناضلي الثورة والتضحيات الجسيمة والدماء الزكية التي قدمها الثوار حتى نيل الاستقلال في 30 نوفمبر من عام 1967.
وإلى أخبار حضرموت، حيث ترأس وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري لقاء بمدينة سيئون لمناقشة سبل تدخل السلطة المحلية لتلبية الاحتياجات الأساسية في المجال الخدمي والتنموي. واستعرض اللقاء جملة من التدخلات الملحة التي تتطلب التدخل من قبل السلطة المحلية بالوادي، كما أقر تشكيل لجنة دائمة لإدارة وإشراف وتقييم مستوى الخدمات في الحدائق العامة. من جانبه أوضح وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي أن السلطة المحلية تعتزم تنفيذ مشروع سفلاتة وتوسعة المدخلين الغربي والشرقي ومقاطع في عدد من الشوارع لمواكبة حركة المركبات في مدينة سيئون. هدف إلى توفير فرص عمل للأسر المستضعفة من خلال العمل عبر نشاطات النقد مقابل العمل والتدريب المهني. مدينة سيئون شهدت اختتام مشروع دعم سبل العيش للأسر المستضعفة والمتضررة بالأزمات في حضرموت. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطاد. اختتم بمدينة سيئون مشروع دعم سبل العيش للأسر المستضعفة والمتضررة بالأزمات في محافظة حضرموت، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة عبر المنظمة الدولية للهجرة، وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية. طبعا المشروع هو في دعم سبل العيش للأسر الضعيفة في حضرموت، في حضرموت الوادي. المشروع كان ينقسم إلى عدة أنشطة: نشاط النقد مقابل العمل واللي استهدفنا فيه 350 مستفيد، وهي أنشطة يعني تحسين الدخل للأسر الضعيفة. ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للأسر المستضعفة من خلال العمل عبر نشاطات النقد مقابل العمل والتدريب المهني التي تساعد في تحسين الحالة المعيشية للمستفيدين. تم إكساب العديد من الشباب مهارات في هذه الدورات من أجل كسب العيش الحلال وللتغلب على متطلبات الحياة، من خلال إعطائهم حقيبة مساعدة لهم في أثناء عملهم حينما يخرجون إلى سوق العمل. 4725 فردا إجمالي عدد المستفيدين من المشروع، أما إجمالي عدد الأسر المستفيدة 675 أسرة. ونفذ المشروع في مديريتي سيئون وتريم، واستفاد 375 فردا من مشروع النقد مقابل العمل، وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مشروع التدريب المهني 375 متدربا ومتدربة. أولا استفدت من الدورة أني تعلمت أشياء عن جرافيك وإيش يعني تصميم الفوتوشوب والتصميم. طبعاً أول ما دخلت الدورة أول مرة يعني إني أعرف عن التصميم في هذه الدورة. استفدت كمان من الدورة إنها أصبحت مصدر دخلي ولعائلتي. تنوع الحرف سيسهم في تحسين ظروف الأسر الفقيرة في محافظة حضرموت من خلال توزيع معدات وحقائب أساسية للبدء بهذه المشاريع الصغيرة، وجعل المجتمعات المتضررة من الأزمات أكثر قدرة على الاعتماد على الذات. جرى بمقر تلفزيون حضرموت بحث جوانب التعاون والشراكة بين قيادتي التلفزيون وشركة النفط بساحل حضرموت. وناقش مدير عام التلفزيون مجاهد بن علي الحاج مع مدير عام الشركة الدكتور خالد سلمان العكبري سبل التعاون المشترك في المجال التوعوي بما يخدم المجتمع. وأعلن الدكتور العكبري عن تبني الشركة في سياق مساهمتها المجتمعية استقدام خبير إعلامي خارجي المساهمة في تدريب وتأهيل كوادر تلفزيون حضرموت. طبعا في هذا اليوم قمنا بزيارة لقناة حضرموت من خلال ما تم تدشينه لبرامج والبث الرئيسي لهذه القناة، ومن خلال اطلاعنا بصراحة على كافة أقسام ومواقع القناة وبالجلوس مع إدارة هذه القناة اتضح لنا كثير من الجوانب الإيجابية فعلا والتجهيزات الضخمة والتي كنا نأملها كثيرا أو نفتقدها في محافظة حضرموت خاصة في الجانب الإعلامي. بصراحة هذه التجهيزات سوف تقدم لحضرموت الكثير من خلال
أعداد البرامج التي تعكس الثقافة في هذه المحافظة. وبذلك وفي سبيل التعاون المشترك بين شركة النفط وقناة حضرموت ومساهمة لهذه الشركة ضمن مساهمات شركة النفط في المساهمات المجتمعية، تفاهمنا مع الأخ مجاهد بن علي الحاج مدير القناة على أن يتم التعاقد مع أحد الخبراء الذي يرون هم بحاجة له في الجانب الإعلامي، وتتكفل شركة النفط بتكاليف هذا الخبير لمدة عام كامل، وذلك بحيث يعطي هذا الخبير مستوى أعلى في شباب القناة، وخاصة إنها قناة حديثة ويحتاج كل العاملين فيها والفنيين إلى التطوير والتأهيل، وإن شاء الله يحقق مكسب كبير لهذه القناة. أشاد فريق التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية بالجهود التي قامت بها قوات خفر السواحل في حماية الشريط الساحلي بمحافظة حضرموت وانضباطهم وجاهزيتهم العالية لحفظ السكينة العامة. جاء ذلك خلال محاضرة نفذها الفريق الميداني بشعبة التوجيه المعنوي لأفراد قوات خفر السواحل، وحث أعضاء فريق قوات الخفر على رفع معنوياتهم بهدف التصدي للطوارئ التي قد تمس حضرموت، سيما في الوضع الراهن والحساس الذي يمر به البلد، مشددين على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وزيادة مستوى اليقظة والحس الأمني والروح المعنوية لحفظ الأمن والاستقرار في الشريط الساحلي بالمحافظة. وإلى شبوة، حيث ناقشت اللجنة التحضيرية لانعقاد أول مؤتمر علمي عن تاريخ وحضارة المحافظة خطة التحضيرات للمؤتمر الذي يحمل عنوان شبوة تاريخ وحضارة، الذي ينظمه مركز عدن للدراسات والنشر بالتنسيق مع كلية التربية والسلطة المحلية بالمحافظة. وفي الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبد رب هشلة، أكدت اللجنة أهمية انعقاد المؤتمر الذي يسلط الأضواء على تاريخ المحافظة ويبرز جوانب مهمة من تاريخها الحضاري. كما ناقشت آلية سير الفعاليات المصاحبة للمؤتمر ونوعية التغطيات الإعلامية التي يحتاجها المؤتمر العلمي المزمع انعقاده أواخر شهر نوفمبر القادم. وفي أخبار الطقس، نبهت غرفة الإرصاد الجوية والإنذار المبكر بحضرموت من تشكل سحب ركامية كثيفة حول أرخبيل سقطرة وامتداد أحزمة السحب الماطرة إلى الأرخبيل وهطول أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة خلال 72 ساعة القادمة، يرافقها تدفق للسيول. كما نبهت غرفة الإرصاد الصيادين والمسافرين بحرا إلى أرخبيل سقطرة بأخذ الحيطة من اضطراب مياه بحر العرب حول الأرخبيل وارتفاع الأمواج، وكذا اضطراب المياه الإقليمية أقصى جنوب شرق خليج عدن نتيجة تشكل السحب الحملية الرعدية، منوهة بعدم وجود أي تأثيرات على محافظات حضرموت والمهرة وشبوة. يشهد ساحل حضرموت أجواء مشمسة بشكل عام مع قطع خفيفة متفرقة من السحب وأجواء صحوة مع رياح معتدلة إلى نشطة أحيانا في المرتفعات والأرياف والهضبة الجنوبية الساحلية. وتشهد أجواء وادي وصحراء حضرموت أجواء صحوة مع رياح معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا. والآن مشاهدينا ننقلكم إلى النشرة الجوية وحالة الطقس. مشاهدينا الكرام، نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية يهنئ نظيره النمساوي باليوم الوطني. اتفاق يمني مصري لوضع آلية لتطوير التعاون في مجال النقل الجوي.
حفل خطابي وفني بالمهرة بمناسبة أعياد الثورة. مناقشة احتياجات مدينة سيئون في المجالات التنموية والخدمية. إذن مشاهدين الأكارم، قدمنا لكم نشرة إخبارية من تلفزيون حضرموت. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان.